إلى ذلك توالت ردود الأفعال من قبل عدد من المسؤولين والشخصيات العربية حول التكريم الذي حظي به صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر كقائد عالمي في المجال الصحي من قبل منظمة الصحة العالمية. القائد العالمي في مجال الصحة لقب منحته منظمة الصحة العالمية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية 72 المنعقد في قصر الأمم المتحدة في جنيف. سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح التي رأست وفد مملكة البحرين إلى الاجتماع تسلمت الدرع التذكاري من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم غيبريسون. أود أن أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لسيدي صاحب السمو الملك الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر لهذا التكريم الذي حظى به هذا اليوم كقائد عالمي في مجال الصحة، ولقد تشرفت اليوم بإلقاء كلمته أمام جمع من جميع دول العالم الذين أثنوا وأيدوا هذا التكريم. وطبعا جاء هذا التكريم لما قدمه سموه من سنوات عديدة في مجال الصحة واهتمامه بكافة الخدمات الصحية التي تقدم في مملكة البحرين واهتمامه بكل القضايا الصحية أيضا على مستوى العالم. تكريم جمعية الصحة العالمية جاء تقديرا لدور صاحب السمو الرائد في دعم القطاع الصحي وتكريما للإسهامات والمبادرات والإنجازات المحققة. باسمي وباسم جميع زملائي العاملين في منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، المكتب الإقليمي والمكاتب القطرية، نقدم أحر التهاني والتبريكات لسمو الأمير وللبحرين على هذا النجاح، ونتمنى لهم دائما ولله الحمد الصعود والنجاح في كل خطوة يخطوها لتعزيز النظام الصحي. حقيقة اليوم كان يوم مشهود في تاريخ منظمة الصحة العالمية وتحديدا جمعية الصحة العالمية في الدورة 72 في النسخة الأولى لتقديم جائزة رفيعة المستوى للشخصيات القيادية على مستوى العالم التي قدمت مبادرات إنسانية وسياسية واجتماعية وفي مجال الصحة تحديدا، وأتت في أول تربعت على قمة هذه القائمة سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ليأتي على أول هذه الشخصيات القيادية على مستوى العالم. باسم بلادي أود أن أهنئ صاحب سمو الملك الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على اختياره وحصوله على تكريم دولي من منظمة الصحة العالمية لإسهاماته في المجال الصحي. احنا امبارح ما كنا في مجلس وزراء الصحة العرب، انا اقترحت واصريت ان احنا نحط تكريم في الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب في منظمة الصحة العالمية، حطينا تكريم لدولة يعني سعادة السمو الملكي الأمير خليفة ابن سلمان الخليفة دولة رئيس وزراء البحرين على الجائزة اللي حظى بيها، وده يشرفنا جميعا لأنه حظى على جائزة بهذه القيمة من منظمة الصحة العالمية في هذا المحفل للعمل الدؤوب والالتزام السياسي منه لاتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإن هو جعل النظام الصحي في البحرين حاجة كبيرة جدا يحتذى بها لكل الدول. فكان فخر لينا إن احنا نضع تهنئة أو نشير لهذا في الكلمة الموحدة اللي تشرفت بإلقائها نيابة عن جميع وزراء الصحة العرب. أحب أن أهني أول شيء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بمناسبة حصوله كقائد عالمي في مجال الصحة والرعاية الصحية. هذا ليس بغريب على دولة البحرين، دولة البحرين الحمد لله من زمان هي في المقدمة، المجال الصحي متقدم عندها. أنا أهني حكومة البحرين وشعب البحرين بهذه الجائزة ونقول لهم سيروا إلى الأمام، ونحن إحنا في الخليج والإمارات معاكم دائما يد وحدة. هذه الجائزة تكريم ما بس للبحرين حتى للإمارات، إحنا طبعا سعداء في دولة الإمارات بمناسبة هذا التكريم لسمو الأمير الملكي الأمير خليفة بن سلمان. يسرني أن أتقدم بالتهنئة لسمو
رئيس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة بالفوز بالجائزة. وحقيقة مملكة البحرين خطت خطوات كبيرة جدا في التقدم بالقطاع الصحي ونهنهم على هذا الفوز. اليوم في مملكة البحرين الرعاية الأولية تقدم خدمات رائعة جدا، وكذلك القطاع الصحي في المستشفيات والخدمات الصحية للمواطنين البحرينيين. طبعا نبارك للأشقاء في مملكة البحرين الشقيقة ولنا جميعا تكريم صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة على التكريم المستحق الذي حصل عليه من قبل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وهو طبعا تكريما على إسهامات سموه في الكثير من المجالات وليس فقط القطاع الصحي. هذا التكريم هو إضافة لعدة تكريمات وأوسمة حصل عليها سموه من عدة جهات وليس بغريب عليه. بصماته سواء في القطاع الصحي أو القطاعات الإنسانية الأخرى واضحة للجميع. نحن في سلطنة عمان طبعا فخورين بما وصل إليه القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليج العربية وخاصة مملكة البحرين، وأخص بالذكر اهتمام سموه واهتمام حكومة جلالة ملك البحرين الشقيقة بالقطاع الصحي وخاصة التغطية الصحية الشاملة والرعاية الصحية الأولية. نبارك لأهلنا في مملكة البحرين هذا التكريم ولنا جميعا، ونتمنى التوفيق والنجاح لكافة القطاعات الصحية في عالمنا العربي والإسلامي والعالم أجمع. أود أن أهنئ صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء على تكريمه، والذي هو مصدر فخر لمنطقة الشرق المتوسط ومملكة البحرين أيضا. نحن حقا بحاجة إلى قيادة في مجال الصحة اليوم لتحقيق تغطية صحية شاملة للجميع. ويعد تكريم صاحب السمو رئيس الوزراء سابقة في تاريخ المنظمة منذ إنشائها بمنحها هذا التكريم لشخصية على مستوى العالم، وهو تقدير دولي نظيرا للإنجازات في مجال التنمية المستدامة بصفة عامة وخصوصا في قطاع الصحة بمملكة البحرين. تقدير دولي رفيع يعكس اعترافا من قبل منظمة الصحة العالمية بدور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة في تطوير المنظومة الصحية ووضع استراتيجية لإصلاح وتطوير النظام الصحي بالتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، تلفزيون البحرين.